أصدقائي عشاق القطط حول العالم، أهلا وسهلا بكم. في هذا المقطع سنشارك معكم 10 معلومات ممتعة عن هذه السلالة الفريدة والمحبوبة من القطط، ففرجة ممتعة. كان أول ظهور للقطط المطوية الأذنين في اسكتلندا، وذلك في ستينيات القرن الماضي، وقد ظهرت بالصدفة، حيث اكتشف مزارع اسكتلندي قطة بيضاء بأذنين مطويتين في مزرعته، وذلك عندما كان يقوم بجولة روتينية داخل مزرعته الشاسعة. وقد قرر المزارع واسمه ويليام روس تبني هذه القطة الضائعة، وقد كان روس واحدا من عشاق القطط، حيث كان يربي قطا بريطاني قصير الشعر، وقد قام بتزويجه مع القطة الجديدة. إن طية الأذنين التي تميز هذا النوع من القطط هي ناتجة عن طفرة جينية، وإذا كنت تمتلك قطة من هذا النوع ورزقت بقطط صغيرة، فهناك احتمال أن لا تولد كل المواليد بأذنين مطويتين، ومع ذلك ستظل تحمل خصائص هذا النوع. تشتهر القطط الإسكتلندية بكونها قطط مؤنسة وحنونة جدا، وغالبا ما يوصفون أيضا بأنهم يشبهون الكلاب في سلوكهم، حيث يستمتعون كثيرا بالتواجد حول الناس، وغالبا ما يتبعون أصحابهم من مكان إلى آخر في جميع أنحاء المنزل. غالبا ما يتم تشبيه هذا النوع بالطفل الصغير، وذلك لأنه يحب اللعب كثيرا، حيث أنه يربط علاقة وطيدة بألعابه الخاصة. القطط المطوية الأذنين هي قطط نشيطة جدا، ومن المعروف أنها تستمتع بالتسلق والاستكشاف، لذلك كثيرا ما تشاهد وهي تجلس في الأماكن العالية سواء داخل البيت أو خارجه. The Scottish Fold هو سلالة يحب المشاهير تربيتها كثيرا، بما في ذلك المغنيان تايلر سويفت وإيد شيرن. يعتبر هذا النوع رفيقا حنونا ومحبا للإنسان، ومن المعروف أنه أيضا يجيد التعامل مع الحيوانات الأليفة الأخرى. للقطط الإسكتلندية مواء مميز للغاية، وهو يختلف تماما عن مواء السلالات الأخرى. وأخيرا، وهذه معلومة ليست ممتعة لكن من الجيد الإشارة إليها، إن الطفرة الجينية التي تسبب ثنية الأذنين يمكن أن تؤدي أيضا إلى بعض المشكلات الصحية مثل التهاب المفاصل. وإذا كنت تربي واحدا من القطط الإسكتلندية، فمن المهم إجراء فحوصات منتظمة مع الطبيب البيطري، وذلك لرصد أي مشاكل محتملة. شكرا للمشاهدة، ولا تنسى إبداء الإعجاب والاشتراك للتوصل بالمزيد من المقاطع حول سلالات القطط وغيرها من المواضيع المرتبطة بالحيوانات الأليفة.